ومع اقتراب موعد سفر حجاج بيت الله الحرام والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في مصر لوقاية حجاج بيت الله من الإصابة بأي مرض، نقرأ في هذا السياق من صفحات جريدة الدستور تطعيم الحجاج ضد 8 أمراض قبل السفر للأراضي المقدسة. قال الدكتور عمرو أنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إن الوزارة أعدت خطة وقائية شاملة لحماية الحجاج من الأمراض أثناء موسم الحج، تتضمن تنشيط منظومة الحجر الصحي وتطعيم الحجاج ضد الإنفلونزا الموسمية والمكور الرئوي والتهاب الكبد الفيروسي والتيفود والكوليرا والحصبة والنكاف والالتهاب السحائي. أوضح أن التطعيم ضد الالتهاب السحائي لابد أن يتم قبل 10 أيام من سفر الحجاج للأراضي المقدسة لحمايتهم من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الفم والأنف والتي تصيب المخ والنخاع الشوكي وقد إلى الوفاة. أشار إلى توفير 250 ألف طعم ضد الالتهاب السحائي في 100 مركز صحة تابع لوزارة الصحة والسكان، مع توفير باقي التطعيمات في جميع مراكز الصحة على مستوى الجمهورية. ولفت إلى تدريب عدد من الكوادر البشرية في الحجر الصحي للتعامل مع الحجاج العائدين من موسم الحج والكشف عليهم ومعرفة ما إذا كان أحدهم مصاب بأي عدوى من الخارج أم لا، والتعامل معها وفقا لتوجيهات فريق الطب الوقائي بهذا الشأن. أكشف أنديل عن إرسال فريق من أطباء الطب الوقائي لمعاينة الأوضاع في الفنادق وفي الأماكن التي ستؤوي الحجاج، وأعلن عن التزام الوزارة إضافة ملفات الحجاج الطبية إلى الأسورة الذكية والتي تحوي كارتا ممغنطا عليه بيانات كل حاج في إطار التسهيل على الحجاج في عمليات العلاج.